صباح الخير. من وين يجي الخير بعد اللي سويته؟ قالت لكم جهير؟ ايه قالت. تتزوج على بنت خالتك يا خالد. انا وش سويت؟ تزوجت على سنة الله ورسوله، بنت حمايل وجواد. قبل لا تتزوج تيجي وتعلم اهلك، لو لك وجه تيجي تعلمنا. حتى انا امك ما علمتني. هذا اخوي محمد متزوج ثنتين من السنين ولا حد زعل عليه. محمد علمنا وعلم حرمته قبل لا يتزوج وعطاها رضاوتها، مو هو بمثلك. يعني الحين تبوني اشاوركم في حلال محلله الله؟